فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل لم يحرم أطفاله من مشاهدة التلفاز عند أقاربهم، ولكنه منع دخول التلفاز إلى منزله بغية أن يربيهم في البيت وينشئهم على الدين وقراءة الكتب، ولكي يعلمهم بذلك دون أن يشعروا. يقول هل فعله هذا صواب؟ إذا شاهدوا التلفاز عند غيرهم طالبوا به في بيتهم، وقالوا إما أن تأتي به ولا خرجنا لما بيوت جيراننا وبيوت أقاربنا اللي فيها تلفزيون، فأنت احفظهم لا يروحون للبيت الذي فيه تلفاز. إذا كنت تريد تربيتهم صحيحا لا تتركهم يروحون. نعم.